حافظينها وانا حافظها وانا كمان. اتفضل. وانا كمان. شكرا يا دوله الرئيس، السيد رئيس مجلس النواب، الساده الاعضاء، نواب الشعب. تعلمون حضراتكم حرص الحكومه على تفعيل نصوص الدستور الجديد، ومن هذا المنطلق قامت الحكومه باعداد مشروع قانون جديد للجمعيات، لان القانون الساري مضى عليه اكثر من 14 عاما. ويمكن احنا مشينا في نفس التيار بالتوازي، يعني المجلس الوزراء عد مشروع ووافى عليه وارسل لدولة الرئيس مجلس النواب في 2 نوفمبر السنة دي. أنا مش هخش في جدال الأولوية للمشروع الحكومة ولا المشروع الذي تقدم به السادة النواب، خاصة لأن المشروع الذي تقدم به السادة النواب مشروع جيدا وعد إعدادا جيدا، ومشروع الحكومة برضو عد إعدادا جيدا وراعى كل الضمانات. هناخد مشروع السادة النواب الأفاضل هو الأساس اللي هنمشي عليه يا فندم، بس كل ما أرجوه من معاليك أن تتاح للحكومة فرصة إبداء ما يعنى لها من ملاحظات حتى تكتمل الصورة، ولكن إحنا مش مختلفين. سيقوم نقطة نظام لمصطفى بكري وإيهاب. حاضر سيد الرئيس. إيهاب الطم. حاضر. في عبالة اعتقد بس. اتفضل بس سيادة الوزير يكمل بس. اتفضل. يعني شوف سيادتك، يعني الاسلوب الامثل، يعني الاسلوب الامثل، يعني ان احنا سيادتك للوزير نسمع نفسك. اولا يعني نسمع وجهة نظر المقرر. اكمل بس بعد اذنك. اتفضل سيادة الوزير. يعني اتفضل. حتى الوزيرة المختصة بالتضامن وهي المعنية باعداد مشروع القانون الحكومة اتصلت بها بالامس قالت لي انا ما اعرفش حاجة عن المشروع بتاع السادة الاعضاء الافاضل، فقالت لي بس تتاح لنا فرصة ان احنا نطلع يعني عليه، واعتقد هذا حقها باعتبار هي اللي هتطبق القانون. انا اولا هدي الكلمة للسيد المقرر. اتفضل سيادة الوزير. اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضل سيادة الوزير. وانت من الذين كتبوا هذا الدستور. الحمد لله مع سيادتك. وقرأت المادة 101. نحن السلطة التشريعية. أنا أجادل في أن المجلس الموقر هو السلطة المختصة. طيب. ولكن ونحن هذا أيضا. شكرا يا فندم. هذا أيضا يعني أن المجلس دائما وأبدا منفتح على رأي الحكومة ويسمع الرأي. بسيطة يا دولة الرئيس، لا ممكن أقرر دلوقتي أن لا يوجد خلاف بين المشروعين. أطلقي تفاصيل دقيقة إطلاقا. وأعتقد أن هذه النقطة اللي حيرد عليها السيد المقرر. حاضر يا محمد. حاضر. سيادة الرئيس. حاضر. المادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، حق أصيل لنا أن نقدم مشروع سيادة الرئيس، ونحن متمسكين بحقنا. سيادة الوزير حضرتك احنا بنناقش الموضوع، وتستطيع سيادتك ان تتقدم بأي ملحوظة على أي مادة من المواد. نحن نتمسك بحقنا كسلطة تشريعية، من حقنا ان احنا نقدم مشروع. شكرا. السيد النائب مصطفى بكري. حاضر. حاضر يا محمد. حاضر يا محمد. السيد الرئيس.